وش جاب هلنا شويخ عند هلهم البطعمة بهذا المكان؟ بس من باب التعارف وتعرف حتى الناس. إن شاء الله إن شاء الله. أيوة والله. إحنا عمامنا البطعمة بالبداية عمامنا البطعمة اللي هم جو من الديالة يريدوا يرجعون وين يقولون دق السورتسان قديمة ورجعوا وين لعراق الجبل ما يسمى ديالة يسمونه عراق الجبل ديالة. فنزحوا ويا خوالهم البطعمة راحوا لديالة وسكنوا بغداد وسلمان باك وردوا رجعوا يروحون لقرايبهم الموصل. نعم. أشواخ الموصل. فليما جوا لهي المنطقة في ذاك الزمن اللي يقول منطقة خالية ما بيها أحد استراحوا لهم وقت 10-20 يوم استراحوا بالمنطقة جيرانهم الحجاج جيرانهم الجيسات فتوسعت. أما إحنا كالعجورة شويخ إيه؟ إحنا جينا من الموصل. من الموصل. إيه على الحويجة الشرقاط حتى أكون من عجائزنا تزوجنا هناك لحد الآن أحد الأخوان من ربعنا يقول تعال تروح الجاي قيارة يقول هذا الزملة زملة العجور ودعانا كم نوبة تدليكم عليه وما رحنا فرجعنا احنا التمينا احنا جبور وعمام كنا احنا ماكو فرق يعني أكيد أكيد حتى هم اللي جو باسم البطعمة هم شواخ الله الله اسم بطعمة وياهم خوالهم البطعمة يعني ذاك التاريخ نعم نعم احنا كلها خالو بنخت جبور نرجع ولا خالو بنخت فرجعنا لهذه المنطقة وسكنوا وخذوا عاد طابع المنطقة هذه وعاشوا بها واستقروا بمكان ملائم لهم ذاك الوقت يعني ما شاء الله فامتدت لحد الآن احنا من أبو جد ساكنين بهذا المكان.